مولاي الوزير. ماذا بك أيها الحاج؟ وقعت الواقعة، خرج السنة والشيعة تحملون السلاح ويستعدون للمواجهة. أدركهم يا مولاي وإلا كانت مجزرة. فليستعد الجيش فورك. لو أنني أعرف من الذي يدبر هذه الفتنة كلها، لو أنني أعرفه. كفى كفى أيها القوم، كفى. من أين أمركم جميعا بالانصراف؟ لن ننصرف قبل أن نؤدب هؤلاء. ماذا تقول يا رجل؟ انتظر 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 قليلا يا مولاي. يا أخ الإسلام، قبل أن نحكم السيف فلنحكم العقل والدين. ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ أعلم هذا، ولكننا ندافع عن أنفسنا. وأنت يا زعيم أهل السنة، بل نحن الذين ندافع عن أنفسنا لمقتل الحسين في ذكرى عاشوراء. أي ذكرى يا سادة؟ ألم تعلموا أن مسؤولية القتل تقع على القاتل وحده؟ فكيف يحمل نصف المسلمين على مدار التاريخ مسؤولية قتل رجل لم يروه؟ وأنت يا زعيم الشيعة، هل تعلم أن أحدا من هؤلاء الذين تريد أن تقاتلهم عاش في زمن الحسين؟ لا. هل تعلم أن أحدا منهم قتل الحسين؟ لا. فلما تقاتلهم إذن مداموا غير مسؤولين عن قتله؟ لأن أجدادهم هم الذين قتلوه، ودين الآباء تدفعه الأبناء. لا بأس، وكيف عرفت أن هؤلاء هم أولاد قتلة الحسين؟ يا شيخ الإسلام، من الذي قتل الحسين؟ أليس هو شمر بن ذي جوشن؟ يا قوم، هل فيكم أحد من أبناء شمر؟ أرأيت؟ يا أهل الإسلام، إنني أفتي بأن هذا القتال حرام، والقاتل والمقتول فيه في النار بنص الحديث النبوي الشريف. اسمع يا شيخ محمد يا غزالي، إننا على استعداد للرجوع، ولكن بشرط واحد. ما هو؟ هو أن يقوم هؤلاء الناس الآن بلعن يزيد بن معاوية الذي أمر بقتل الحسين رضي الله عنه. بل اسمع أنت يا رجل، أنا أفتي بأنه لا يجوز لعن المسلم، ومن لعن مسلما فهو الملعون، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم ليس بلعان. يزيد ليس بمسلم. وما دليلك؟ دليلي أنه قتل الحسين رضي الله عنه. بل أخطأت يا أخي، يزيد لم يقتل الحسين ولا أمر بقتله ولا رضي عنه، وإنما قتله من ظنوا أنهم يخدمون الدولة بقتله دون الرجوع إليه. بل هو القاتل. وكيف عرفت؟ بل هو أمرهم بهذا. هل كنت معه حين أمرهم؟ يا سادة، إساءة الظن بالمسلم حرام. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء. بل هو القاتل. حتى إن ثبت القتل على المسلم فالقتل ليس بكفر بل هو معصية، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة، والكافر إذا تاب عن كفره فلا تجوز لعنته، فكيف من تاب عن قتل؟ وكيف نعرف إذا افترضنا أن يزيد قتل الحسين أنه مات قبل التوبة؟ يا قوم، إنني أقول لكم باسم الإسلام، إنه لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه كان فاسقاً عاصيا لله تعالى. ما رأيكم يا رجال؟ قبل أن تقولوا رأيكم اسمعوا لي يا سادة، لا يوجد مسلم يكره أهل البيت، نحن نصلي عليهم في التشهد في كل صلاة فكيف نكرههم؟ لا يوجد بطل من أهل السنة لا يتخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدوة له في البطولة، لا يوجد عالم لا يتخذ عليا قدوة له في العلم، لا يوجد زاهد لا يتخذ عليا قدوة له في الزهد،
فلا تعطوا آذانكم لمن يبحثون عن الفرقة ويريدون إضعاف المسلمين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أصبت يا غزالي، أصبت يا غزالي. بارك الله فيك يا رسول الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الحمد لله. لقد أفسد الغزالي كل ما خططت له. من أين جاء هذا الرجل؟